مساء الخير وحياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سيدتي. ككل يوم عندنا الكثير من المواضيع المهمة والمتنوعة. اليوم في استديوهاتنا في أبوظبي رح نلتقي مع مصممة الأزياء لولو البكري ورح نشوف أحدث تصاميمها. شكرا لك، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم اليومي والمباشر سيدتي. فقراتنا كالعادة منوعة ومختلفة بنتناولها لكم لهذا اليوم من استديوهاتنا في جدة والرياض والإمارات. أما من جدة مشاهدي الكرام، أنا عندي فقرتين. بالفقرة الأولى حنتعرف على فعاليات ملتقى لنرعاهم واللي احتفى برعاية الإنسان لنفسه ولمجتمعه. كمان عندي فقرة ثانية حنتعرف من خلالها على 8 فتيات برعنا في تقديم معرض يجمع بين اللون والصورة. طبعا هذا بالإضافة لغير من الفقرات المنوعة والمختلفة. أذهب الآن سريعا وأمسي على زميلتي دلال في الرياض. يسعد لي مساك يا دلال. مساء الخير يا هدى، وأكيد مساء الخير لك يا خلود. بالنسبة للرياض اليوم نتعرف على الشيف السعودية لولو العزة اللي حتعرفنا على أسرار مطبخها اللي أنا موجودة فيه الحين. طبعا نتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وخلوني أنتقل إلى زميلتي خلود في جدة وأمسيها بكل خير. ومساء الخير لك يا خلود. مساء الورد عليك يا دلال، وطبعا أمسي على الشيف لولو العزة. طبعا احنا كان لنا شرف ان استضفناها قبل كده في استوديوهات جدة. مشاهدينا الكرام، قبل ما نبدا فقراتنا الشيقة لهذا اليوم، بس نحب نذكركم بمتابعة حلقات سيدتي للي ما تابعها عبر شاشة خليجية، تابعها عبر صفحتنا في اليوتيوب. كذلك لا تحرمونا ولا تنسوا تعليقاتكم واقتراحاتكم عبر صفحاتنا بالفيسبوك وتويتر وانستغرام. والان ننتقل الى العناوين. في سيدتي اليوم، الشيف لولو العزة ستزين سيدتي بمطبخها وبألذ وصفاتها. لنرعاهم ملتقى يحتفي برعاية الإنسان لنفسه ومجتمعه في جدة. 8 فتيات يبرعن في تقديم معرض يجمع بين اللون والصورة. لقاء خاص مع المصممة لولو البدري وأحدث تصاميمها. الفنان الكويتي أحمد الصالح في ذمة الله. طيب مشاهدينا الكرام، بعد ما تعرفنا على عناوين فقراتنا لهذا اليوم، اسمحوا لنا نبدأ حلقتنا بأول فقرة لدينا وهي جولة بأبرز ما تناولته الصحف السعودية لهذا اليوم. وحبدأ مباشرة بأول خبر عندنا لهذا اليوم واللي كان بعنوان أمر ملكي. حبدأ مباشرة مع تفاصيل خبر مشاهدي الكرام. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا يقضي بإعفاء وزير الصحة أحمد الخطيب من منصبه وتكليف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ بالقيام بعمل وزير الصحة، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية واس. أنتقل الآن مشاهدي الكرام واللي لي خبرنا الثاني واللي جاء بعنوان وزير الدفاع يوجه بصرف مبلغ 1,000,000 ريال لأسرة الشهيد سلطان الفقيه. أما تفاصيل الخبر مشاهدي الكرام، وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين اليوم بصرف مبلغ 1,000,000 ريال لأسرة الشهيد العريف سلطان عامر أحمد آل فقيه رحمه الله، والذي استشهد أثناء الرماية بالذخيرة الحية في التمرين المقام في ميدان تدريبي في شمال منطقة الباحة. نسأل الله المغفرة له ولجميع الشهداء. هنتقل مباشرة مشاهدي الكرام لخبرنا الثالث واللي جاء بعنوان مبتعثة سعودية ثاني أفضل منتجة أخبار في أمريكا. أما تفاصيل الخبر مشاهدي الكرام، ميشيغان الأمريكية ضمن مسابقة أكبر الجامعات وكليات الإعلام من قبل منظمة ميشيغان للمنتجين. ميشيغان للمنتجين، نعم. إحنا طبعا نتمنى للمبتعثة هوازن جاي ولا
بالمنطقة الشرقية وبالتعاون مع المسؤولين في القسم النسائي بسجن الدمام صالة ألعاب متنوعة للأطفال، وذلك لتهيئة جو مناسب ومريح لهؤلاء الأطفال خلال فترة وجودهم مع أمهاتهم، إضافة إلى صالة لياقة بدنية للنزيلات مجهزة بأجهزة مشي ومعدات رياضة أخرى للاستفادة من أوقات الفراغ بما يعود عليهن بالنفع. هنتقل مشاهدي الكرام لخبرنا الخامس، وكان بعنوان الصحة وفاة مواطنة بكورونا والعدد يرتفع إلى 426 حالة. أما تفاصيل الخبر مشاهدي الكرام، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الذين توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 426 حالة بعد وفاة مواطنة سعودية في الرياض، إذ أوضحت الوزارة في إعلان بيان لها أن مواطنة في عمرها 69 توفيت بعد إصابتها بالفيروس ومعاناتها من أمراض أخرى. رحمها الله ورحم كل من توفى بهذا المرض أو غيره من الأمراض، وإن شاء الله احنا نحاول بتكثيف فقراتنا بسيدتي للحديث عن هذا المرض وكيفية الوقاية منه، كما تفعل باقي وسائل الإعلام، لأنه مهمة للغاية نعرف سبل الوقاية منه. خليني أنتقل لخبرنا التالي، وخبرنا التالي مع خبر عالمي، حيث صممت ناشئة مجموعة من الأحذية يتغير لونها وتصميمها بفضل قطع إلكترونية متصلة بها. المجموعة مشاهدين لا تزال ضمن إطار التجربة، وتعمل شركة إلكترونية على تصميمها وتسعى لجمع الأموال لهذا المشروع. وأطلقت الشركة اسم فولفوري على الحذاء الذكي، وستتنوع الألوان التي سيحتويها، وبداخل كل حذاء هناك جهاز استقبال بلوتوث متصل بتطبيق على الهاتف الذكي يسمح لك باختيار اللون الذي ترتديه. سيدتي نت معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها، الرابحة معها. معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. في سيدتي بعد الفاصل، الشفلول والعزة ستزين سيدتي بمطبخها وبألذ وصفاتها.